الفنانة نجوى فؤاد بقالها فترة بتطلع ترند، كانت مريضة وقالت خد قرار مفيش معاشات، الواحد ضيع عمره كده ببلاش. بظهورها في برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس فجرت مفاجأة كبيرة وقالت انا صارف عليها 3-4 مليون جنيه. لغاية امبارح كان عندها انترفيو في بعض القنوات ما قالتش ان هي ابتدت اول فيلم عندي. واتسألت نجوى فؤاد لما تعبتي يسرى سألت عنك، قالت يعني وانا بعيد عليها فويس ترد عليا فويس تقولي وانت طيبة حبيبتي وازيك ازاي صحتك. بس كان السؤال الاهم، هل يا استاذة نجوى لو يسرى دلوقتي جابت لك ال 3-4 مليون وجات قالت لك اتفضلي الفلوس اللي انت صرفتيها عليا اهو وما تجيبيش سيره الموضوع ده تاني، هتوافقي؟ وبصراحه لا، ما كانش له لازم انك تقولي موقفك مع يسرى لانه فتح مجال للقيل والقال.